السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة على موضوع جديد اللي هو مادة الوراثة والتركيب الكيميائي بتاعها اللي هو الدي ان ايه. مع حضراتكم علاء السعيد، استاذ دكتور علم التقلب بجامعة الاسكندرية ومعار حاليا الى جامعة القصيم. لو بصينا للصور اللي موجودة مع حضراتكم دلوقتي هنا، اهم ما يميز هذه الصور الصفات المتشابهة الشديدة ما بين التوائم اللي احنا شايفينهم قدامنا سواء الولاد او البنات. ادي صورة اخرى لممثل امريكي شهير مع ولدينه، والثلاثة ممثلين الحقيقة مشهورين. لو بصينا لمنبت الشعر هنا هنلاقيه هنا نفسه، الأنف هنلاقيها هنا وهنا واحد، شحمة الأذن عند الأب زي واحد من الولدين بالشكل ده، الحواجب هنا زي الابن هنا وهكذا. يبقى هنلاقي في أوجه تشابه كتير جدا أكيد بتنتقل من الأب وانتقلت للأبناء عن طريق حاجة اللي هي مادة الوراثة. طبعا دول أخين، عماد حمدي ممثل شهير، وادي اخوه التوأم وده ابن عماد حمدي أعتقد. المهم واضح التشابه يعني المرعب ما بين الاخين نتيجه التشابه ده. هذا التشابه اللي جه من الاب ابوهم طبعا اكيد نتيجه ماده الوراثه. لما بنشوف التوأم الشهير حسام وابراهيم حسن اللي هو يعني تقريبا شبه متطابقين الاثنين، اكيد برضو دي وراثه. الحقيقه الوراثه كمان بتشمل حاجات زي ما احنا شايفين عندنا هنا، سواء القدره على لف اللسان او تشبيك الاصابع، الايد اليمين الصبع اليمين هو اللي هيبقى في الاعلى ولا الصبع اليسار، شكل الاذن وشحمه الاذن، الفلجه ما بين الاسنان الى اخر هذه الامور. دي كلها صفات جسديه وظاهريه ممكن انها تتشابه ما بين الاب وابنائه والاحفاد والاخوات الى اخر هذه الامور، والخال والعم. دي كلها بينقلها صفات وراثيه اللي هو بيتحكم في الانسان فيها 23 كروموسوم، ده في الانسان، لكن ممكن يكون عددهم مختلف طبعا في كائنات اخرى. وبنقول 23 زوج لان هم 46 كروموسوم لو عديناهم. امال ليه بنقول 23؟ اولا احنا بنقول 23 زوج عفوا، لان كل كروموسوم منهم ليه المثيل بتاعه، يعني موجود بصوره مزدوجه زي مثلا عفوا الحذاء. الحذاء موجود الفرده اليمين والفرده اليسار، ينفع فرده واحده بس؟ لا، موجود فردتين. نفس الحكايه هنا، الاثنين دول متطابقين في الطول والشكل وكل حاجه ومكان السنترومير، حتى الاثنين شايلين نفس السوق. يعني اذا كان مثلا صفات الشعر والعين وشحمه الاذن مثلا موجودين على الكروموسوم ده، يبقى موجودين نفسهم على الكروموسوم ده. ما بقولش نفس الصفه، يعني صفه لون الشعر موجوده هنا وهنا، لكن ممكن يبقى لون الشعر اللي هنا الصفه دي لون شعر اسود، هنا لون شعر اصفر. لكن المهم صفه لون الشعر، لون العين، شحمه الاذن وهكذا. اثنين ده شايل حاجات تانيه مثلا الطول العرض الى اخره الى اخر هذه الامور. يبقى اذا كل كروموسوم موجود بصوره مزدوجه، فبقول 23 زوج. حتى الزوج ال 23 ده في الانسان هو اللي بيتحكم في الجنس، اللي هو تحديد نوع الانسان اذا كان ذكر او انثى. اذا كان الاثنين زي بعض اكس اكس يبقى دي انثى، اذا كان اكس واي يبقى ذكر. شكل الكروموسوم ده بقى ايه؟ هو طب هو كروموسوم ولا دي ان اي ولا كروماتين ولا هو ايه الحكايه بالظبط؟ طيب لو بصينا للشكل اللي قدامنا ده هنلاقي الانسان كان جنين في بطن امه، بقى رضيع، بقى طفل، بقى مراهق، بقى شاب، بقى رجل، بقى كهل او عجوز الى اخره. طب ما هو نفس الشخص، امال التسميه اختلفت ليه؟ حسب المرحله السنيه لهذا الشخص. لو وقعنا هذا المثال على الكروموسوم والدي ان ايه وماده الوراثه هنلاقي الشكل اللي موجود معانا ده. فبنبدا بنلاقي ان ماده الوراثه بتاعتنا هي عباره عن الدي ان ايه اللي هو الخيط او شريط، عباره عن خيطين مزدوجين بيلفوا حوالين بعض. التركيب الكيميائي اللي احنا كنا اتعرضنا هنشوفه دلوقتي. طب هذا الطول بتاع الدي ان ايه طويل جدا ما يخشش جوه النواه، يبقى لازم يلتف حوالين هيستونات نوع من انواع البروتين، ثم يلتف اكتر عشان يقصر اكتر لغايه لما يبقى قصير جدا ويبقى اسمه كروموسوم. يعني الكروموسوم هو الكروماتين اللي هو الخيط الملون، هو الدي ان ايه، ايوه، ولكن في مراحل مختلفه من انقسامات الخليه. نيجي نشوف مع بعض التركيب الدقيق لهذا الامر. الدي ان ايه باعتبار ما هو موجود في ثلاث اماكن، النواه والبلاستيدا والميتوكوندريا، ده في النسبه للنباتات، لكن في كل الكائنات هو موجود في النواة. حيث مادة الوراثة الأساسية اللي بتشيل الصفات كلها. بيبقى موجود داخل النواة في شكل خيط ملون عشان كده اسمه كروماتين.
امال ايه الدي ان ايه؟ لما هنشوف التركيب الكيميائي بتاعه بقى بالتفصيل. يبقى اذا هذا الشكل عباره عن خيوط ما اقدرش اعرف عددهم كام وما اقدرش اميزهم، لكن مع الوقت بيقصر هذا الكروماتين، مع الوقت بيقصر هذا الكروماتين ويبتدي يتحول يقصر عشان نشوفه، فيبقى اسمه كروموسوم زي ما احنا شايفين. يبقى هو نفسه الكروماتين، ايوه، بس اسمه كروموسوم، بقى قصير واقدر اشوف عددهم. الكروموسوم مع مراحل اخرى يبتدي ينقسم، فيبقى متاسف مش ينقسم، يتضاعف، يعني النسخه تبقى نسختين زي ما احنا شايفين، كل واحد كروموسوم. ولكن طالما لسه مرتبطين مع بعض في منطقه السنترومير اللي هي المنطقه اللي في النص دي، يبقى اقول عليه كله على بعضه كروموسوم متضاعف، بس بيتكون من اتنين كروماتيد. انا مش لسه بنقول كروموسوم؟ ايوه، بس امتى اقول عليه كروموسوم؟ لما ينفصلوا بقى عن بعض. طيب عشان اشوف التركيب الكيميائي يبقى لازم افك الخيط ده، افكه من على الهيستونات اللي هي الكوره البروتين اللي هي ملفوف حواليها عشان يبقى قصير، وابتدي اشوف التركيب اللي موجود معانا ده، الاقي الكروموسوم لما اشده شويه كده افك اللفات بتاعته. بص اعطيني اللفات عامل ازاي، ثم افك اللفات اكتر، ثم هوصل ان اقعد افكه من حوالين الهيستونات، ان هو بصوا ماسك في حوالين الهيستونات البروتين، وفي مشبك زي مشبك كده حاجه بتمسكه عشان ما يفكش الى اخره. لما يتفك كل ده يبان لي بقى ان هو خيط مزدوج بالشكل ده، اكبر اكتر شويه الاقي ان الدي ان ايه ده اسمه بقى هنا دي ان ايه اهو. الخطوه اللي قبله ده لسه مش قادر اميز الخيطين من بعض، ده اسمه كروماتين. لما اقدر بقى اميزهم لبعض بقى اصبح اسمه دي ان ايه. دي ان ايه عباره عن خيط حلزوني مزدوج وبيتنين متصلين مع بعض. كل خيط منهم بالشكل ده بيتكون من وحدات متكرره الحقيقه اسمها نيوكليتيدا، زي ما هنشوف حالا دلوقتي في الشكل اللي موجود قدامنا. ادي النيوكليتيدا اهي. هي عباره عن سكر خماسي خمس ذرات كربون، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه موجوده هنا، وادي مجموعه الفوسفات مرتبطه بالكربون رقم خمسه. وفي الكربون رقم واحد مرتبطة حاجة مركب كيميائي اسمه قاعدة نيتروجينية، هي قواعد لما بتدوب بتبقى قواعد مش أحماض، زائد إن هي الأساس في تعريف الدي إن إيه، لأن السكر الخماسي بيبقى نفسه هو بتكرر في طول الخيط هو مجموعة الفوسفات. طب نشوف مع بعض كده السكر الخماسي، الله مش إحنا لسه قايلين نوع واحد؟ لأ، في الدي إن إيه هو نوع واحد اللي هو مين؟ اللي هو منزوع الأكسجين ده. منزوع الأكسجين لأن الكربون رقم اتنين، بدل أو إتش ما فيهاش الأو، يبقى كأن دي أوكسي يعني بدون أكسجين. واضح كده يا جماعه الخير؟ ده اللي موجود في الدي ان اي. امال التاني ده السكر الخماسي اللي فيه او اتش؟ ده موجود في الار ان اي. طيب وده في فيديو مستقل لوحده. نيجي نشوف بقى القواعد النيتروجينيه او المركبات النيتروجينيه. الحقيقه بتكون نوعين، بتكون قواعد نيتروجينيه من حلقه واحده دي بيسموها بايرميدينات، او قواعد نيتروجينيه من حلقتين اسمها ايه؟ بيورينات، بيورينز. لما ابص على البيورينز دي الاقي ان في مركبين موجودين عندي، الادينين اهو اللي على اليمين، وادي الجوانين اهو على اليسار. طب لو بصينا كده هنلاقي الفرق بينهم ايه؟ في فروق، لكن عشان اميزهم في التسميه ادي الجوانين اللي فيه الاكسجين دبل بوند، ده رابطه مزدوجه اهي. جوانين او الجي اللي هو الحرف الاول منه. يبقى اللي ما فيهوش دبل بوند او يبقى ده الادينين، يبقى دول المركبين، والاثنين دول موجودين في الدي ان ايه وموجودين في الشريط بتاع الار ان ايه برضه. طيب نروح نشوف النوع الثاني من القواعد اللي هي بايرميدينات اللي هي عباره عن حلقه واحده. لو هندقق شويه هنلاقي المركب الاصفر ده زي البرتقاني، الاثنين شبه بعض قوي، الاثنين فيهم دبل بوند وشبه بعض في التركيب، اللي مختلف عنهم ده اللي هو السيستوسين بنرمز له بالسي. السيستوسين ده موجود في الدي ان ايه والار ان ايه برضه. نيجي بقى هنا للثيامين، ده موجود في الدي ان ايه لكن مش موجود في الار ان ايه، بنستبدله باليوراسيل او اليوراسيل اللي هو ده. ليه بقى الشغلانه دي بقى؟ لان لو احنا اتذكرنا مفيش من دقيقه واحده بس انا لسه قايل الار ان ايه السكر اللي فيه سكر خماسي عادي، فما ينفعش يركب فيه ثيامين، فيوم جاي يركب فيه يوراسيل، يعني نستبني نشيل السي اس 3 ده فيبقى يوراسيل. اما الدي ان ايه فالسكر الخماسي منزوع الاكسجين، ده ينفع يركب معاه اللي هو الثيامين. يبقى ده الشرح مبسط عن النيوكليتيدا ومحتوياتها. نيجي نشوف بقى، ادي خيط اهو على اليسار وادي خيط على اليمين، الاثنين شابكين مع بعض. مش هنتكلم عن ده دلوقتي، لكن نتكلم الخيط الواحد بيتركب ازاي. ادي نيوكليتيدا، ادي السكر الخماسي منزوع الاكسجين، ادي قاعده نيتروجينيه وادي الفوسفات وزيها تحتها. عشان دي تشبك في اللي بعدها يبقى لازم الكربون رقم 3 تشبك مع الايه مجموعه الفوسفات. الرابطه دي الحقيقه الحمراء دي اسمها رابطه فوسفو استر بوند،
استر عشان الاكسجين اللي هنا ده، مش هنخش في كيمياء في تفاصيل، والفوسفو عشان الفوسفيت، المهم الرابطه دي فوسفو استر. نفس الحكايه الرابطه اللي هنا اهي، يعني حتى الرابطه ما بين الكربون رقم 5 وبين مجموعه الفوسفو هي رابطه فوسفو استر. يبقى القواعد النيتروجينيه المتتابعه ما بنقعدش نشرب تفاصيل في الدي ان ايه. ليه؟ لان السكر الخماسي ومجموعه الفوسفات ثابته اللي بتغير القاعده النيتروجينيه. خلاص، وبدل كمان ما نرسم القواعد النيتروجينيه المعقده دي، لا احنا بنكتفي بالحرف فقط. فبنيجي نقوم جاي عاملين الخيطين بالشكل ده، انا بعد الخيطين عن بعض طبعا مش لاففهم، واحط القواعد النيتروجينيه، هي حاطط لكل واحد لون عشان نبقى مميزين. هنلاحظ ان الاي دايما قصادها التي، ان سي جي، لكن مش شرط الايه يبقى في اليسار بس، لا اهي ما هي على اليمين اهي، ادي الايه هنا، ادي الايه هنا، يبقى اي قاعده ممكن نلاقيها هنا او هنا. المهم ان الايه يرتبط مع التي بثلاث روابط هيدروجينيه، والسي بيرتبط مع الجي. خلاص كده، يبقى ده التركيب البسيط بتاع او المبسط للدي ان ايه اللي هي ماده الوراثه. طيب الكروموسوم بقى، لما احنا قلنا بيقصر وبيبقى طويل قوي كده، نلاقي ان كل كروموسوم بنرسمه تخطيطي بالشكل ده بيبقى فيه 23 زوج. الكروموسوم الاول ده يا جماعه الخير بيحتوي على، بصوا الرقم اللي هنقراه دلوقتي، 246 مليون مليون. يعني ده لو انا فتحته عن بعض الشريطين الاقي القواعد النيتروجينيه اللي موجود في الكروموسوم ده بتحتوي على 246 مليون قاعده نيتروجينات، ازواج من قواعد النيتروجينات. يا خبر ابيض، حاجه ضخمه جدا. لو كبرت شويه كده الخطوط، كل خط من دول كلها اللي هو عباره عن جينات، اللي هي هنعرف يعني ايه بعد كده في فيديو مستقل، بتشيل اللي هي ايه الصفات. اهو بص، كل دي عباره عن صفات. يعني هنا والعياذ بالله هنا الكروموسوم اللي هو استعداد البريست كانسر المسؤول عن اصابه بمرض سرطان الثدي مثلا يعني، او سرطان المخ او البروستات الى اخره، دي كلها بعض الامراض، بعض الصفات الى اخر هذه الامور موجود هنا. اهو كل دي عباره عن صفات موجوده بتقابلها جينات بتمثل هذه الصفات. طيب الحقيقه اللي كان خد الفضل وخد جائزه نوبل كمان يعني في تركيب الحلزوني بتاع الجي ان اي كان واتسون، وده بتاع بيولوجي او احياء، وكريك ده كان عالم فيزياء، دول وهم صغيرين، ودول طبعا لما عجزوا. وده كان التركيب او النموذج الهيكلي اللي هم كانوا عاملينه بحديد والحوامل بتاعه الكيمياء عشان يعملوا هذا النموذج اللي خدوا عليه جائزه نوبل. الحقيقه كان المفترض يشاركهم في هذا الفضل هذه السيده اللي هي روزليند، اللي هي فرانكلين دي، اللي كانت قالت ان صورت، هي كان ليها فيديو الحقيقه هنا انا عامله اهو. الفيديو ده الحقيقه بيتكلم عن الست دي وعن افضلها، لان هي كان ليها ابحاث كتير، وهي ماتت بسرطان 37 سنه او 27 سنه تقريبا مش فاكر الحقيقه، نتيجه السرطان من الاشعاعات اللي هي كانت بتعملها، لان هي كانت شغاله على الجي ان اي وقدرت تعمل صوره الحقيقه ممتازه جدا. طبعا ده كريك، وده اللي هو اللي فات ده كان زميلها اللي هو اشتغل وراح وادى لهم صوره هي كانت صورتها الحقيقه، فكان النتيجه من هذه الصوره ان هم خدوا جائزه نوبل. بس الحقيقه دي ليها فضل كبير جدا، لان هي قالت ان هو شريط مزدوج، هي اللي صورت وقالت ده شريط مزدوج، هم قالوا انها ان الشريط المزدوج ده حلزوني ما هوش ماشي مستقيم يعني. فدي اللي هي روزلاند اللي هي فرانكلين دي كان ليها فضل كبير جدا، لكن كان موضوع حقها الى السنوات الاخيره. هي ماتت 37 سنه بمرض السرطان من غير ما تمنح اي جائزه من الجوائز على هذا الفضل الكبير اللي هي عملته الحقيقه. وكان في صوره الحقيقه ضخمه جدا، اهي الصوره دي اشهر صوره في عالم الوراثه اللي هي بيسموها فوتوغراف 51، اللي هي بتبين ان هم خيطين مش خيط واحد. هم خدوا تلقفوا هذه الصوره وابتدوا يشتغلوا لغايه لما توصلوا للنموذج الحلزوني عشان ياخدوا جائزه نوبل. المهم طبعا في خط زمني طويل جدا ممكن التايم لاين، دخلت على الانترنت هتلاقوه بيبين الناس اللي اشتركوا توصلوا، لان هو واتسون وكريك الحقيقه ما خدوش الجائزه مره واحده، لا اعتمدوا على ابحاث الاخرين اللي اشتغلوا قبل منهم لغايه لما حصلوا على هذا الشكل. الحقيقه ده شكل ببسط انا عامله الحقيقه بطريقه لطيفه كرتون كده جرافيك يعني، عشان يبين الخيط المزدوج، الشريط المزدوج عباره عن خيطين زي ما احنا شايفين، وادي قواعد النيتروجينيه، الجوانين من هنا بيرتبط مع السيستوسين والادينين مع الثيامين وهكذا، وقلنا ممكن تبقى الايه موجوده هنا او هنا. وبكده بنكون اتعرفنا على التركيب المبسط للدي ان ايه او ماده الوراثه، نسميها دي ان ايه اوكي، نسميها كروماتين، نسميها كروموسوم، المهم المفهوم بتاعنا عرفنا ان هو نفس الحكايه بس في مراحل مختلفه من انقسامات الخليه.
أشكركم لحسن الاستماع، إن كنت وفقت فمن الله، وإن كنت أخطأت فمن نفسي. اللهم علمنا ما تنفعنا به وانفعنا يا رب، واغفر لنا ما كان منا، ويسر لنا أمورنا. ويعني نلتقي إن شاء الله على خير في فيديو قادم إن شاء الله، سواء في المقارنة بالدي إن إيه والآر إن إيه، أو في ترجمة الشفرة الوراثية وتضاعف الدي إن إيه. إلى أن نلتقي، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.